السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم واحد الفيديو ديال واحد الخريجة اللي مشينا فيها لوريكا. واحد الخريجة اللي جات في الحقيقة غزالة، ماشي بالضبط في هاد الوقيتة، هاد الوقيتة برد الحال شوية ولكن كان باقي شوية سخون الحال، ومشينا لوريكا. واخا حتى في الاخر شوية تخلعنا، كان حمل الواد ورجعنا. المهم يلا تغدينا بواحد شي شويه، صافي الواد حمل وولينا رجعنا في حالنا. المهم واحد الجوله اللي رائعه رائعه بزاف، ومناظر اللي خلابه. تنتمنى ان شاء الله تشاهدوا هذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم. بالضبط بالضبط مشينا للوالماس، الوالماس تما فين مشينا وطيبنا الطواجين ديالنا. والمهم واحد الجوله ما نقولش لكم عليها، تنتمنى تشاهدوا الفيديو ان شاء الله، ولا عجبكم بحال هاد الفيديوهات نبقى تنقدمهم لكم على القناه ديالي. قلت علاش لا ما نغيرش شويه، نبقاو غير الماكله الماكله الماكله، اللهم نبدلو شي شويه نشوفوا الطبيعه حتى هي. يلا خليتكم مع هاد الجوله ان شاء الله، تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللهم صل على النبي، صلوا على الهادي، ما يشفع في هاد العبد إلا محمدي. سيدي وهي سيدي، محمدي. أيوة أيوة، الله يبارك يا شريف، يهدي الله،
صحيب الشفاعة أيوة أيوة اللهم صل على النبي صلوا على الهادي ما يشفع في هاد العبد إلا محمدي سيدي وهي سيدي الشدة والطاعة
سيدنا محمد لحبيب صحيب الشفاعة أيوة أيوة اللهم صل على النبي صلوا على الهادي ما يشفع في هاد العبد إلا محمد سيدي وهي سيدي